هو الطلاق انواع؟ هو الطلاق طبعا انواع، بس هنقول مش عشان ما نصعبش على الناس، هنتكلم في الحاجات اللي تهم الناس. يعني في انواع طلاق سني وطلاق مش بدعي، ومش هنبعد عن القصه دي، ولكن هنتكلم في الطلاق، اما طلاق رجعي او بائن بينونه صغرى او بائن بينونه كبرى. يعني ايه الثلاثه؟ الطلاق الرجعي هو طلاق يستطيع ان يقع الرجل، هو الطلاق معناه ايه الاول؟ هو حل العقد لفظا، حل عقد الزواج او حل الرابطه الزوجيه، تمام؟ طبعا الجميع يعلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن ربنا شرع الطلاق لاسباب، تمام؟ اذا وجدت فمش هيبقى فيه اجبار على استمرار الحياه الزوجيه. ويمكن دي من عظمه الشرع عندنا، ان يعني في ادراك لان الحياه الزوجيه فيها امور وامور بتطرأ عليها بتخلي ان الحياه مستحيل تكمل، وده مش غلط. فابغض الحلال عند الله الطلاق، والطلاق هو حل عقد الزوجيه. الطلاق الرجعي هو طلاق يوقع عن طريق الزوج نفسه، الزوج نفسه هو اللي بيطلع، يعني الزوج يقول لزوجته انت طالق، تمام؟ فهو هنا الطلاق يستطيع انه يعاود ويرجع زوجته في فتره العده بتاعتها، تمام؟ ويجب أن يطلق الزوج زوجته في طهر، ويجب أن يكون الطلاق بلفظ صحيح، يعني يقولها جملة تفهم منها أنه طالق، ولفظ واضح وصريح. وفي طبعا طلاق معلق على شرط، أنت لو خرجتي ورحتي تبقي طالق، صح. تفاصيل الطلاق. ولكن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يصدر من الزوج بلفظ صحيح، تمام؟ ويستطيع الزوج في هذا الطلاق ان يعاود ويراجع زوجته بارادته هو المنفرد، من غير ما يرجع لها. ده اللي بنقول عليه الطلاق الرجعي. يعني هو طلقها النهارده، تمام؟ طول ما هي في فتره عدتها يستطيع ان يراجعها بدون رضاها، يعني مش مستني اذن منها. ده الطلاق الرجعي. طيب الطلاق البائن بينونه صغرى وبينونه كبرى. الطلاق البائن بينونه صغرى ده اذا لم يراجع الزوج زوجته في عدتها انقلب الطلاق الى بائن بينونه صغرى. يعني الطلاق لما الزوج يرميه اللفظ من بقه في اول طلقه، تمام، او تاني طلقه، تمام، يبقى وما قعد فتره العده اللي هي 3 قروء او 3 حيضات والطهر منهن، تمام، وما رجعش زوجته بينقلب الى بائن بينونه صغرى. يعني ايه ينقلب الى بائن بينونه صغرى؟ ما ده طلاق وده طلاق، يعني لازم مأذون، لازم بعقد جديد ومهر جديد ورضا الزوجه. عشان الناس بس الحته دي مش فاهمينها، يعني ايه راجعي وبائن بينونه صغرى وبائن بينونه كبرى؟ طب البائن بينونه كبرى ايه؟ وهنرجع حته تاني في البائن بينونه صغرى عشان بيتفرجوا علينا، يعني يبقوا معلومه كامله، عشان المعلومه ان شاء الله تبقى كامله. الباقين بينونه كبرى هي المكتممه للثلاث طلقات، لان احنا بنقول ان الرجل لا يملك الا انه يطلق 3 طلقات، بعد 3 طلقات ما ينفعش ترجع تاني. اوكي، يعني اللي هو في الدراما بيقولوا عليه عايزه محلل. اللي في الدراما عايزه محلل، يعني الراجل طلق اول طلقه ينفع يرجع، تمام؟ تاني طلقه ينفع يرجع، تالت طلقه ما ينفعش يرجع، خلاص. لان الشرع قال ايه؟ الطلاق ده ما فيهوش هزار. ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد. تمام؟ الطلاق ما فيهوش هزار، فان النهارده انك تتعود، وده عشان كده بنقول للراجل اللي طول النهار يحلف يمين طلاق وهو قاعد. لو واحد قال له مش هشرب شاي يرمي يمين طلاق. لا انت شارب شاي، مش عارفه ايه علاقه الطلاق بالموضوع. يعني ما ينفعش. طب معلش يا استاذ، دي اسمى رابطه وربنا يعني في اطار مقدس وعلاقه محترمه جدا، ما يبقاش دارج الكلام كده.